صوت العرب من القاهرة بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة. تاريخنا ماضينا حضارة أثار، صور ملاحم، قصص وانبهار، ما بين الخيال والأساطير، مغامرات غدير وبكير، مغامرات غدير وبكير. غدير وبكير في عالم الأساطير، تكتبها مروى محي، مدحت رياض، هندسة إذاعية محمود صبري، الإخراج سعدي حسين. ياه، كم يوم عدوا بعد فرح أونس وسمرميس وهو مش بيفارقها أبدا. أنا كنت سامعة الوصيفة تتكلم مع واحدة من الخدم وبتقول لها إن من يوم سمرميس ما وصلت القصر وأونس مش شايف غيرها قدامه. دي حتى يا غدير كأنه نسي إنه متجوز حد تاني غيرها ومخليها جنبه زي ظله. سمرميس سحرته بجمالها. مش جمالها بس اللي سحره، ذكائها كمان خلاه مفتون بيها. ده في رسول جاي بيقول إن عنده رسالة مهمة من ملك بابل للمستشار أونس. طيب تعالوا نسمع هيقول إيه. اتفضل ادخل يا رسول، المستشار أونس في انتظارك. أونس مستشار الملك، عندي ليك رسالة من الملك زهاك ملك بابل وريث الملك كوش. وصلني الخبر الحزين لوفاة الملك العظيم كوش ملك بابل بعد وقوعه في الحفرة أو الفخ اللي اتعمل له من أعداء البلاد. وبعد وفاته نصب على عرش مملكة بابل وأشور ابن الملك زهاك، ومن النهاردة انت مستشاره. اكيد، خدمة مولاي الملك زهاك شرف ليا. الملك زهاك بيبلغك ان في حرب جديدة على مملكة فيكتوريا وانت هتكون على رأس الجيش. اول اوامر الملك بعد جلوسه على العرش هي الحرب. اكيد، علشان كل الممالك اللي حوالينا تعرف مين هو الملك زهاك العظيم وتقدم له فروض الولاء والطاعة. بلغ الملك اني هجهز الجيش وهنفذ اوامره وهحارب مملكة بكتيريا. عرفت اللي حصل؟ أونس هيطلع يحارب ويقود الجيش. العريس ملحقش يكمل شهر العسل وهيسيب العروسة ويروح يحارب. في الزمن ده ما كانش مهم ان الواحد يتجوز قد ما هو مهم انه يحارب ويكبر مملكته ويفرض قوته. يعني أونس هيبدأ يجهز الجيش دلوقتي وهيضطر يسيب سمرميس. طيب ما تيجوا نشوف أونس وهو بيودع سمرميس ورايح يحارب. سمرميس، الملك زهاك بعتلي النهاردة الرسول علشان يبلغني اني هكون على راس الجيش اللي هيحارب مملكة بكتيريا. اكيد يا حبيبي، هو الملك زهاك هيلاقي مين احسن منك علشان يقود الجيش. لكن انا مش هقدر افرقك، فترة الحرب بتكون طويلة قوي وانا ما اقدرش ابعد عنك طول الفترة دي. وانا كمان يا حبيبي ما اقدرش ابعد عنك الفترة دي كلها. يبقى الحل الوحيد انك تيجي معايا الحرب علشان ما تفرقنيش ابدا. ولا انت بتخافي من الحروب؟ انا تربية سيما حارس الخيول، يعني جو الحرب عمره ما كان غريب عليا، وفكرة اني اجي معاك الحرب فكرة عظيمة. يعني مش هتخافي وهتيجي معايا؟ اكيد مش هخاف، واقول لك كمان انا هحارب جنبك. انا اتعلمت وتربيت من صغري على فنون الحرب، يعني هكون في ظهرك وادافع عنك. ده انا اللي هحميك وحياتي هتكون فداكي، يا أشجع وأزكى وأحلى واحدة شفتها في حياتي. اتفقنا يا حبيبي، يبقى احنا الاتنين دلوقتي لازم نستعد للحرب. سمعتوا اللي بيحصل؟ دي آخر صيحة في الحروب، أونس هياخد مراته مع الحرب. من كتر حبه ليها مش قادر يفارقها ويبعد عنها، مش زي الرجالة الأيام دي ما بتصدق تروح الشغل علشان يبعدوا عن زوجاتهم. طب خلي انتي بس الستات تبقى زي سمرميس كده جميلة وذكية، وأكيد الرجالة مش هتبعد عنهم. يعني فكرة غريبة جدا إن الواحد ياخد مراته معاه للحرب علشان مش قادر يبعد عنها. لا وإيه، هي كمان بتقول إنها هتحارب جنبه. فعلا شجاعة وما بتخافش. ما انتوا لو كنتوا بتذاكروا ولا بتقروا في كتب التاريخ كنتوا عرفتوا إن في ستات كتير خاضوا حروب وكسبوها، ويعمل ستات
ممالك كبيرة وكانت ليها هيبة، كيلو بطرة وحدش سود ملكه. وزي مين كمان يا عم الهدم؟ ما انا قلت لك زي حتشبسوت اللي حكمت مصر لوحدها حوالي 18 سنة، والملكة كليوباترا اللي خاضت معارك كتير مع الرومان، والتاريخ مليان بس انتوا اقروا منكم نستفيد يا عم الهدهد. طيب يلا بينا نشوف سمراميس هتعمل ايه في الحرب اللي دخلها دي، ويا ترى هتقدر تصمد وتبارز بالسيف في ميدان المعركة ولا هتعمل ايه؟ حرب مملكة بكتيريا هتبتدي، وأونس استعد للحرب، وسميراميس كمان يا نادر استعدت للحرب وعرفت انها هتكون على راس كتيبة. شفت يا بكير الوصفتين اللي جهزوا علشان يكونوا في خدمة سميراميس في الحرب؟ واضح يا غدير اننا هنشوف قائدة جديدة في حرب مملكة بكتيريا عقبال ما اشوفكم زيها. لا يا هدهد شكرا، مش هنبقى زيها كده. قائدة جديدة وعروسة جديدة بتقضي شهر العسل في الحرب، ربنا هو الغني عندها. عندك حق يا ندى، مفيش واحدة تقبل دلوقتي انها تقضي شهر العسل في الحرب بدل ما تخرج وتتفسح وتشوف اماكن جديدة. كل واحد وعصره مختلف عن غيره يا غادة، واهم حاجة انها طلع في الحرب مع جوزها علشان ما يفترقوش زي ما هو طلب منها ده. يا عم سمير، هو شهر العسل بتاعهم ده مش هيخلص بقى، دول بقالهم كذا شهر متجوزين. زمان كان اهم حاجة الحروب، وسميراميس من شجاعتها ومهارتها اتحسبت من الفرسان ووافقت تطلع في الحرب مع جوزها، وما يهمهاش موضوع شهر العسل ده. طبعا تتحسب من الفرسان، دي تربية سيما حارس ومدرب الخيول يا ابني. سيما اللي رباها زي بنته بالظبط بعد ما اشتراها من راعي الغنم إشمة اللي لقاها في الصحراء. شوفوا زمان كانت رضيعة في الصحراء لوحدها، ودلوقتي متجوزة مستشار الملك وكمان بتقود كتيبة في الجيش. شوف ازاي بتقول حكم يا حلاوة. علشان تعرفوا تتعلموا ان ربنا هو القادر على كل شيء، واللي بيتوكل عليه بيكون في احسن حال. دي سميراميس حامل كمان وقربت تولد، يا ترى هتولد قبل الحرب؟ ويا ترى الحرب بالنسبة لها اهم ولا ابنها ولا بنتها اللي جايين في السكة؟ اكيد عندهم مربيات كفاية علشان ياخدوا بالهم من الاطفال، وسميراميس تطلع تحارب. طيب تعالوا بينا نشوفهم جهزوا كل حاجة للحرب ولا لسه. يا وصيفة اندهيلي على المسؤول عن الكتيبة بتاعتي. حالا يا مولاتي، هيكون قدامك. يا قائد الفرسان، مولاتي سميراميس عايزة تقابلك حالا. انا جاي معاك يا وصيفة علشان اقابل مولاتي سميراميس. قائد الفرسان يا مولاتي موجود في انتظار مقابلة حضرتك، خليه يدخل. مولاتي سميراميس، انا في انتظار اوامر سموك. اتأكدت ان كل فارس وجندي في الكتيبة معاه كل اسلحته؟ اتأكدت من اسلحتهم واحد واحد يا مولاتي، وغيرت الاسلحة القديمة باسلحة جديدة. والخيل اطمنت عليهم وعرفت انهم في احسن صحة ولياقة ويصلحوا للحرب؟ حصل يا مولاتي، الخيول اللي موجودة في الكتيبة بتاعت حضرتك من احسن الخيول اللي موجودة في المملكة كلها، وكمان أشرف على تدريبهم والد سموك الحارس سيما. ما دامت الكتيبة جاهزة أنا هنزل بنفسي أراجع كل حاجة تاني للمرة الأخيرة، علشان الجيش هيتحرك بعد ساعات قليلة. وأنا هكون دايما موجود في خدمة سموك يا مولاتي زي ما أمرني مولاي المستشار أونس. سؤال الحلقة 20، ما اسم الملكة الفرعونية التي حكمت مصر 18 سنة؟ كيلوباترا، شجر الدر، حتشبسوت. ترسل الإجابات الصحيحة على إيميل هيئة تنشيط السياحة eta.awareness@egypt.travel. الإيميل بالتفصيل eawareness@egypt.travel.
أيوة أنا الحب والبليس. مغامرات غدير وبكير. مغامرات غدير. غدير وبكير في عالم الأساطير، تكتبها مروى محي، مدحت رياض، الإخراج سعدي حسين.